احنا مصر حد هيخوفنا يعني؟ احنا بنخوف العالم، احنا مصر بنخوف الدنيا. وانت فاكر البشير لما يجيب اردوغان قال يعني خوف ولا حاجة؟ مين انت ومين تركيا بالنسبة، ومين اصلا من اللي معاك ومين اللي وراك؟ هو انت عشان خدت قرشين من قطر وزقينكوا علينا وعايز تتكلم تفتح لنا مشكلة عندك؟ لازم تلزم حدودك انت واللي وراك، انت واللي وراك تلزم حدودك وتلزم حدودك وتعرف انت بتتكلم عن مصر. انقلاب ايه يا ابو انقلاب؟ الانقلاب عندك انت، الرئيس بتاعك ده هو اللي عمل انقلاب سنة 89. انت كنت فين 89 لما عمل انقلاب البشير؟ ده الانقلاب اللي عندك. اللي عندنا احنا ثورة شعبية عظيمة دحرت الاخوان بتوعك، دخلتهم السجن وهيتعدموا. هو انت فاكر ان اللي انت بتقوله ده قال يعني بتخوفنا يعني؟ انت مين؟ انت مين اصلا على الخريطة؟ ده انت رئيسك ده مطلوب لعدالة دولية، رئيسك ده مطلوب ليحاكم دوليا. بتكلم على ايه؟ ده انت عملت جرائم ضد الإنسانية ورئيسك ده مطلوب القبض عليه. تخيل الحقارة، السودان الأخت، الدولة الأخت والشقيق والعزيزة والقريبة واللي قسمنا الرغيف واللي النيل بيربط ما بيننا وبيننا علاقات نسب بمئات الألوف العائلات وبيننا تاريخ مشترك وكنا دولة واحدة، يتقال على السودان كده أقرب أرض الأرض، أقرب أهل الأرض لمصر، أقرب أهل الأرض لمصر السودانيين دول، أقرب أهل الأرض. ده كلام ليس فيه أي نقاش أو إنه مجاملة أو كلام دبلوماسي، هي حقيقة يعلمها القاسي والداني. بقت إيه على الخريطة؟ السودان بقت إيه على الخريطة؟ آه يا ولاد السودان، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في العصابة. شوف كل المواقف اللي بتفتت، قول لي موقف جمع العرب جه من ساعة ما حكمنا العيال، من ساعة ما حكمنا الأوباش، قول لي موقف جمع الناس. كل الناس اتشتمت وكل الناس اتلعنت وكل الناس اتقال عليها كل حاجة قذر. المخبر كمل الهجوم بقى، تخيل اللي جاي بقى، قال لك رئيسك ارتكب جرائم ضد الإنسانية البشير. تخيل صبي العميل مخبر تباع العصابة في مصر، العصابة الإجرامية اللي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية والبشرية، بيعاير البشير بأنه بيرتكب جرائم ضد الإنسانية. اسمع الحتة دي بقى عشان جامدة جدا. ولازم نذكر كمال عامر والرئيس السوداني المشير عمر حسن البشير انه جه في انقلاب عسكري سنة 89. يعني الحتة دي بالظبط لازم نفكر انه جه في انقلاب عسكري، لازم تيجي فيها اللطامة بتاعت سعيد صالح كده، كان متخيل ان زمان لازم يجيبوا اللطامة حقيقة، اللطامة. البشير جه انقلاب، احنا اللي علمنا المنطقة، يا مغربي يا جزائري يا تونسي يا موريتاني يا اهل الخليج، احنا اللي علمنا المنطقه الانقلابات العسكريه، احنا اللي علمنا المنطقه ان العساكر يخرجوا من السكنات ما يرجعوش ليها تاني، احنا اس بلاء المنطقه. بقى مخترعين الانقلابات العسكريه في الشرق الاوسط حتتين كانوا في علموا المنطقه كلها، تركيا ومصر. ربنا شفى تركيا ويحميها من الانقلابات العسكرية ويحمي كل أرض مسلمة من أي انقلاب، شفاها من الانقلابات العسكرية وأنقذها بقدرته بس في يوم من أصعب أيام التاريخ، يوم 15 يوليو حقيقة 15 يوليو 2016 اتعافت تركيا، فبقت تركيا من الانقلابات العسكرية من 15 سنة. وفضل احنا يجي المخبر يعاير السودان انه ان البشير جاب انقلاب عسكري. الحتة دي من الأول عشان كرهتها قوي يا ضياء. ولازم نذكر كمال عامر والرئيس السوداني المشير عمر حسن البشير إنه جاء في انقلاب عسكري سنة 89. يعني ما كانش فيه ثورة في السودان. يعني ما نزلش الشعب السوداني عشان يجيب عمر البشير يحكم السودان. ده عمل انقلاب من الجيش بتاعه. ده الانقلاب بقى، مش ناس نزلت في الشارع ونحزها الجيش السوداني، لا، ده في حاكم بانتخابات ديمقراطية في السودان، فراح الرئيس السوداني الصبح وهم نايمين استولى على الحكم.
فيبدو أنه كمال عامر الإخواني اللي في حزب المشير عمر حسن البشير يبدو أنه لم يقرأ تاريخ بلده. فاكر رئيسك ده مسموح له يتحرك؟ يتحرك كده يعني الدول بتأمنه. لما جاي تتكلم انقلاب مين؟ ده اللي مزعلكم؟ ما احنا عارفين انتوا زعلانين. ما احنا الراجل رئيسك المخبر بيعاير السودان بالبشير انه ما يعرفش يتحرك. اقول لك طبعا البشير عشان بس اللي بيسمع ويتفرج عشان ما يفتكرش لا نمتلك رفاهية حتى ان يكون عندنا ميزانين، فالحق احق ان يتبع ويعرف الرجال بالحق والحق لا يعرف بالرجال. طبعا البشير زي كل اخواته العرب يعني، عشان كده لا تجوز معايرته يعني. انما في حتة بقى احمد موسى اللي بيقول له انت ما بتتحركش عشان هو مطلوب للعدالة الدولية، عشان البشير مش موالس مع الصهاينة، ما بيحموهوش اخواله في اقوال لم تثبت او اللي بيبات معاهم بالليل في الفراش، ما بيحموهوش الصهاينة. احنا العميل بتاعنا بيحميه الصهاينة، البشير ما بيحموهوش الصهاينة. انما البشير منقلب زيه زي السيسي يعني، بس عشان نبقى فاهمين حتة الحكاية. انما بقى تخيل يعني انت ممكن تعاير البشير ده بأي حاجة غير بالانقلاب وانت كل بقعة في راسك قد كده. كمل. رئيسك ده مسموح له يتحرك؟ يتحرك كده يعني الدول بتأمنه. انما جاي تتكلم انقلاب مين؟ ده اللي مزعلكم؟ ما احنا عارفين انتوا زعلانين. ما احنا عارفين ان انتوا فاتحين معسكرات عندكم. احنا عارفين. وانت مش عارف ان احنا عارفين؟ ما احنا قابضين على ارهابيين جم من عندكم، ارهابيين جم من عندك من السودان، ولسه عندك ارهابيين موجودين عندك. هو انتوا مش هتتوبوا؟ ما انت ساعدت الاخوان وقفت معاهم وانت مش هتتوب لان انتوا كده. الاعلام المصري للاسف الشديد بقولها لكم بكل العار، اعلام مؤجر ومركوب حتى الثمله.